بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم خاص إنه نهائي الكأس بين الأهلي والمصري، الكأس رقم 85 في تاريخ المسابقة الأقدم في الكرة المصرية والعربية والإفريقية. في البداية برحب بضيوفي الكرام، الناقد الرياضي الكبير أستاذ أحمد فاروق، منور النهاردة. ربنا يخليك كابتن محمد، وبسعد دايما بالتواجد معاك. ايضا محلل الاداء النشط الاستاذ احمد ثابت، اهلا بيكم منور النهارده. اهلا بيكم، منور دايما. طبعا النهارده ليله غير عاديه، ليله نهائي الكاس زي ما قلت لحضراتكم، البطوله الاقدم عبر تاريخ الكره المصريه والافريقيه والعربيه. دائما بدايه البطولات تاتي من مصر، سواء دوري عام او سواء بطوله كاس مصر، ولكن بطوله الكاس دائما هي الاقدم. خلينا نخش في اجواء ليله الكاس والفيفا، حتى الاتحاد الدوري الفيفا في الموقع الرسمي تمنى حظ سعيد للاهلي والمصري في نهائي الكاس، وده بيوري لك مدى الاهتمام الدولي ببطوله كاس مصر، لانها هم عارفين كويس قوي ان دي البطوله الاقدم على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد العربي. وفي الموقع الرسمي النهائي كاس مصر الليله، الاهلي مع المصري الساعه 8 بتوقيت القاهره على ملعب برج العرب. تمنياتنا بلقاء ممتع وحظ سعيد للجميع. ايضا عندنا لجنه المنشطات برئاسه الكابتن محمود الشامي، عضو الاتحاد المصري لكره القدم السابق وعضو المنظمه، هيكون هو رئيس لجنه المنشطات، وهيتم سحب ثلاث عينات من كل فريق الليله طبعا بشكل عشوائي، وفي حاله ثبوت ان الثلاث عينات ايجابيه في اي فريق سيتم سحب اللقب منه واداؤه للفريق الاخر. اما اذا ظهرت نتيجه عينه او اثنين ايجابيه لدى فريق واحد، بيتم معاقبه اللاعب او الاثنين المتورطين في تعاطي المنشطات دون المساس بنتيجه اللقاء. ده كان من ابرز الحاجات، لان النادي الاهلي كان طلب ان هو يبقى فيه يعني اختبار للمنشطات، والصراحه اتحاد الكره كان متعاونا جدا. في اربع مراقبين لكاس مصر الليله، لجنه المسابقات الاتحاد المصري بكره القدم رئاسه الحاج عامر حسين قررت تعيين اربع مراقبين لمباراه نهائي كاس مصر اليوم. اختار الحاج عامر حسين محمد علي مراقبا رئيسيا للمباراه، وبيعون المهندس سيد بخيت كمراقب لمدرجات ملعب المباراه. واختارت اللجنه منسقين امنيين هم اللواء اشرف صيام والمقدم محمد رشدي. ده من الناحيه التنظيميه ومراقبه نهائي كاس مصر الليله. النهارده يوم غير عادي، ليله نهائي كاس مصر، الاهلي والمصري مواجهه على صعيد ساخن جدا جدا جدا، خاصه ان الدوري العام النادي الاهلي فاز في الدور الاول بثلاث اهداف مقابل هدف، وفي الدور الثاني تعادل 1-1. خلينا نخش في اجواء اللقاء سريعا احمد. بدايه طبعا ساخنه هتكون لنهائي الكاس الليله، النادي الاهلي متحفز يريد استعاده اللقب الغائب بقاله 10 سنوات، والنادي المصري مع حسام حسن يريد ان يكتب التاريخ. ده يوم